حكايتي جميلة من أول بداية وفيها قيم نبيلة والعبرة بالنهاية. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا. كنت وين يا ريم؟ كنا برا في الشارع بنتفرج في السبق. سبق؟ سبق شنو؟ سبق الجري يا جدو، لكن الراجل الأول واحد دجي الراجري حقه الباقيين ما يجروا معاه. أي طبعا لازم، ما هو أول واحد ده لازم يكون جراي يقعده، لو ما جراي ما بيبقى الأول مش؟ ها؟ أول جري عرفوه الناس في العالم سارك فيه مسابق واحد أوريك، لكن قبل ما أوريك أنا عارفك أنت بتحب الرسم، عشان كده قوم جيبي ورقك وألوانك وخطيهم عشان ترسم القصة اللي أنا حكيها لك دي. قصة حتعجبك. أنا جاهزة يا جدو. يلا أحكيها لينا. تمام. قبل ما أحكي أنا حأسألكم سؤالين. تفضل يا جدو. تمام. السؤال الأول، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في صحابي اشتهر بأنه جراي جدا جدا. قبل كده ادونا له في المدرسة اسمه منو اسمه منو اتذكرته اسمه سلمة، لكن سلمة منو كده ما عارف انا. اسمه سلمة ابن الأكوع. عرفته؟ سلمة منو؟ ابن الأكوع. سلمة منو؟ ابن الأكوع. سلمة ابن الأكوع. السؤال الثاني اللي انا داير اسألكم ليه، حاجة بتتعمل مسابقة بتتعمل كل 4 سنوات في العالم، العالم كله بينتظرها. كأس العالم. يعني كأس العالم صح، لكن ما اللي أنا بقصده، أنا توقعتك تقول كأس العالم. المسابقة اسمها الأولمبياد. صح؟ الأولمبياد. الأولمبياد دي الفرق بينه وبين كأس، هي برضه بتتعمل كل 4 سنوات. الفرق بينه وبين كأس العالم، كأس العالم ده نشاط معمول لكرة القدم. الأولمبياد مجموع الأنشطة الرياضية بتسابقوا حولها فيما يسمى الأولمبياد. يعني مثلا مسابقة سباق الدراجات، سباق السباحة، الجمباز، الجري المسافات الطويلة، ده كله بيسابقوا فيه في الاولمبياد. الجري الطويل ده صواري بيفوزوا فيه ولا الفريضيين؟ ايوه صح صح، ملاحظتك صحيحه، انه دائما السباق المسافات الطويله بيفوزوا فيه يا ريم الافارقه اللي هم الاثيوبيين الصوماليين الكينيين، ديل كلهم بيفوزوا في 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 المسابقه بتاعت الجري الطويل. هو مسابقه الجري الطويل ده أن إحنا بنعرف إنه اسمه الجري الطويل، لكن عنده اسم ثاني اسمه الماراثون. بيقول شنو؟ ماراثون. تذكرته؟ بس الماراثون ده يلا عنده حكاية، أنا الحكاية دي لقيتها في الكتاب بتاعنا بتاع الحكايات ده، وأنا هأحكيها ليكم. احكيها لنا يا جدو عشان نرسمها. أيوة يلا أجهزي، أنا هأحكي وأنت أرسمي. تمام؟ كان في حرب بين اليونان والفرس، حرب كان قايمة في سهل كبير كده اسمه ماراثون. السهل ده في اليونان اسمه شنو؟ ماراثون. اسمه شنو؟ ماراثون. الماراثون. الحرب دي انتصر فيها اليونانيين على منو؟ على الفرس. انتصروا فيها على الفرس، واليونانيين كانوا محتاجين يبلغوا أهلهم في أثينا إنهم هم فازوا في الحرب، وقعدوا يفكروا في إنه كيف الخبر ده
يصل لأهلهم في أثينا بسرعة جدا. فجاهم زول قال لهم يا أخي نحن نشوف أجرى زول أسرع زول في الجري يمشي يجري يكلم أهلنا في أثينا يوريهم إنه اليونان فازت في الحرب بتاعتها ضد الفرس. بدوا يفتشوا في زول جراي جدا وفعلا لقوا عداء. عداء يعني شنو يا جدو؟ عداء يعني جراي. العداء ده اسمه فيديوس. اسمه منو؟ فيديوس. فيديوس العداء ده طوالي اختاروا وقام جاري عشان يبلغ الناس في أثينا. فضل جاري وجاري 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 ما كان بيجيف إلا عشان يأكل ويشرب. كان بيجري وبيجري 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 لحد ما وصل أثينا. مسافة طويلة جدا. المسافة من أثينا لحد ماريثون مسافة بتاع 26 ميل. وصل؟ وصل. لما وصل مات وقع بب كده مات طوالي. وقبل ما يموت ورى الناس؟ ايوه كلم الناس قال لهم نحن انتصرنا في معركتنا ضد الفرس. الناس حابة كان تكرمه وتكريما لفيديوس فقاموا سموا المسابقة بتاعت الجري الطويل بين ماريثون وبقت مسابقة مهمة جدا في الأولمبياد. قصة جميلة وفيها معلومات وعبر جديدة. فعلا فيها عبر وفيها معلومات جديدة. أها رسمت لنا شنو يا ريم؟ يا سلام فعلا 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 يا ريم دي صورة معبرة عن سباق الماريثون. حكايتي جميلة من أول البداية وفيها قيم نبيلة والعبرة بالنهاية. يا عم ناصر احكي لنا حكاية.